هلا الناس عندنا مفكرة انه هون اللي حيتضرر من موضوع التماشي انه طلابه بس، لا حيتضرر الاهالي، حيتضرر يعني المستوى التعليمي حيتراجع. احنا عندنا بمخيمات فلسطينية اعلى نسب النجاح بيكون كثير ضغط بالصف وشوب وبطل الواحد يقدر يركز على الاستاذ وما رح نقدر نقعد بالصف. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.